السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم أعزائنا المشاهدين أينما كنتم وتتابعون قناة الاستقامة الفضائية وأيضا برنامج ضيوف عمان. ضيفنا لهذه الحلقة فضيلة الدكتور الشيخ محمد راتب النابلسي. السلام الله عليك شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن سعيدين بوجودك هنا في سلطنة عمان وأيضا في استوديوهات قناة الاستقامة وكل شيء في هذه السلطنة يرحب بكم فضيلتك. والله لاحظت هذا الترحيب وأنا شاكر جدا لبلدكم حكومة وشعبا. الله يعطيك الصحة والعافية وعلى الإقبال الشديد على دروسي، وأرجو الله أن أكون عند حسن ظنكم. اللهم آمين، اللهم آمين فضيلتك. فضيلتك سنتحدث في عدة محاور، ولكن لنبدأ ما يمر به العالم العربي ككل ونظرة العالم الديني لهذا العالم العربي بعد مرور 5 أعوام بما يسمى بالعالم أو بالربيع العربي أو الخريف العربي لا مشاحة في الاصطلاح. المفترض لسكان أو لمواطني هذه الدول أن يكون هذا الخريف أو هذا الربيع بمثابة عامل الاستقرار لأوطانهم، لا يريدون العودة إلى الخلف وأيضا غير راضين بالأمر الواقع، والمشاهد أيضا التقلبات والتغيرات والتحولات التي تحدث في هذه البلدان العربية. كيف يقرأ الدكتور محمد راتب النابلسي هذا المشهد؟ أولا أعتقد يقينا أنه من المستحيل وألف مستحيل أن يقع شيء بلا سبب. نعم، ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. الله. فلذلك حينما يخطئ الإنسان وحده يأتي قوله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. يعني الإنسان هذا الكون مسخر له تسخيرين، تسخير تعريف وتسخير تكريم. أخذ هذا المعنى من قول النبي الكريم حينما رأى هلالاً قال: هلال خير ورشد، أي ننتفع بضوئه ليلاً ويرشدنا إلى ربنا. فأي شيء خلق في هذا الكون له وظيفتان كبيرتان: وظيفة نفعية انتفع بها الغرب أيما انتفع، وظيفة إرشادية قصر بها العالم الغربي والإسلامي معاً. فكل شيء يدل على الله. من هنا كان موضوع التفكر في خلق السماوات والأرض كي نعرف الله عز وجل. من عرف الله عرف كل شيء، ومن فاتته هذه المعرفة فاته كل شيء. إذن الإنسان هو الكائن الأول المخير، المخلوق الأول رتبة فوق الملائكة. خلق الله الملائكة من عقل بلا شهوة، وخلق الله الحيوانات من شهوة بلا عقل، وخلق الإنسان من كليهما. الله. فإن سمى عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة، وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان. فالإنسان هو المخلوق الأول رتبة، لأن الله عز وجل حينما عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال في عالم الأزل هذا الإنسان قبل حمل الأمانة. فلما قبل حمل الأمانة كان عند الله المخلوق الأول، وعندئذ سخر له ما في الكون من أجله، تسخير تعريف وتكريم. فتسخير التعريف يقتضي أن يؤمن، وتسخير التكريم يقتضي أن يشكر. فإذا آمن وشكر حقق الهدف من وجوده، وعندئذ تتوقف جميع المعالجات الإلهية. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. إذن سلامة الفرد في الإيمان والشكر، أما الأمة شيء ثاني. هذه الأمة تظل في بحبوحة وفي خير ما اتبعت منهج رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك الآية تقول: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وبالمناسبة من لفتات اللغة أن ما كان
أشد صيغ النفي إطلاقاً. لو واحد سئل هل أنت جائع؟ يقول له لا، نفي الحدث سهل بلا. لو واحد محترم جداً قيل له هل أنت سارق؟ ما في يقول لا، يقول ما كان لي أن أسرق، هذا مستحيل وألف ألف مستحيل، لا أقبل به ولا أسكت عنه ولا أرضى به ولا ولا ولا. فحينما تقرأ في القرآن وما كان الله، أشد صيغ النفي قاطبة. قال تعالى وما كان الله، يعني مستحيل وألف ألف 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 مستحيل أن يعذب المجتمع بلا سبب، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. يعني يا محمد، ما دامت سنتك منهجك مطبقاً في حياة أي شعب فهو في مأمن من عذاب الله. صافي عنا أمن فردي أساسه الإيمان والشكر، وأمن جماعي أساسه تطبيق منهج رسول الله. جميل. مع الابتعاد الآن عن هذه السنة وعن هذا الدين وهذا المنهج الرباني الفذ، نلحظ يتزامن مع هذا المشهد الفكر التطرفي له يد طولة على هذه البلدان. لكن قبل ذلك، قبل ذلك، لو أنه إنسان عنده أولاد ثلاثة، ولد منغولي ما في أمل بشفائه، ولد ذكي جداً ومتفوق في دراسته كمان حقق الهدف، عنده ولد ثالث ذكي ومقصر، فالمنغولي تركه والمتفوق تركه، أما هذا الوسطاني هذا عنده إمكانيات كبيرة كثير، يكون مؤمن لكن آثر شهوته على التفوق العلمي، هذا يعالج. فحينما يقول الله عز وجل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، إن لم تؤمنوا الإيمان الحق أو لم تشكروا، هناك وسائل تأديبية إلى معالجة هذا الموضوع. نعم. من المصلح الآن؟ الدائرة تقع على من؟ من هو المصلح لهذه المشاهد كلها؟ أليس لعلماء المسلمين دور في لملمة الشتات وإرجاع الجزء المفقود من الصورة العربية الجميلة؟ هو الدور الأول والوحيد. الدور الأول أن العلماء مظنة صلاح، مظنة تقى، مظنة علم. حينما يعني يحبط الناس بجهات أخرى، بشرائح أخرى، بالأقوياء، يبقى الأمل معقوداً على العلماء. هؤلاء إذا قصروا في مهمتهم وقع الناس في تشاؤم خطير جداً وفي إحباط شديد. نعم. كثير ما يتهم الخطاب الديني ويوصف على أنه خطاب ديني بائس لا يلبي الرغبات والتطلبات، ما هي نظرتك في يعني هذا الخطاب؟ أنا أقول الخطاب الديني أساسه رجل الدين، فإن كان غير مستبصر، ثقافته محدودة جداً، بعيد عن المواقف الجريئة، يتمنى بقائه على حاله من دون أي تطرق، من دون أي تبدل، حيكون خطابه تقليدي لا يقدم ولا يؤخر. أما حينما يعيش العالم هم الأمة، يعيش طموحاتها، يعيش أهدافها، يعيش يغار عليها، يسهم في دور فعال كبير جداً. والعلماء في التاريخ الإسلامي لهم دور خطير جداً ودور مصيري. نعم. بالمناسبة إذن، ما هي سمات العالم الشرعي؟ سيدي، العالم رجل أول، إنسان. نعم. تحقق من العلم، تفوق في العلم، فجعل الخطاب الديني حيوياً. المشكلة لا في الدين، الدين توقيفي لا يضاف عليه ولا يحذف منه، إن أضفنا عليه اتهمناه بالنقص، إن حذفنا منه اتهمناه بالزيادة. الدين توقيفي، أين التجديد في الخطاب الديني؟ الخطاب الديني حينما يخاطب العقل أولاً، لما الإنسان؟ الإنسان عقل يدرك وقلب يحب وجسم يتحرك، فهذه الثلاثة تخاطب، نخاطب عقله بالعلم، ونخاطب قلبه بالحب، ونخاطب جسمه بتأمين احتياجاته الأساسية. الله. فما لم يتجه أي كيان قوي في الأمة إلى تلبية حاجة الإنسان العقلية بإتاحة العلم الشرعي لكل أطياف الشعب،
وما لم يتجه إلى تلبية حاجة القلب بتحقيق قيم الحب الأصيل بدل قيم الكراهة والعداء نرتقي، وما لم تلبى حاجات الإنسان الحقيقية الأساسية، أعطي المواطن رغيف خبزه وكرامته وخذ منه كل شيء. الله، هل الطريق طويلة وشاقة إلى أن نصل إلى هذه النقطة التي تذكرها فضيلة؟ والله الطريق طويلة وقصيرة بأن واحد، إذا بدأنا بها انتهينا منها. الله، المشكلة أن نبدأ. حينما نفكر تفكير صحيح، هذا الإنسان ما حاجاته؟ لما العنف؟ العنف لا يلد إلا العنف، هي مقولة خطيرة جداً. أي إنسان قوي سلك طريق العنف يتوهم أنه بالعنف ينهي الموضوع، لا، يتفاقم الموضوع بالعنف. العنف لا يحل بالعنف، العنف يحل بتلبية المطالب والحاجات. وهذه الفرضية، أي قوي غفل عن هذه الحقيقة يزداد العنف عنفا. يعني هذه النار إذا فكرت أن تطفئها بالزيت ازدادت اشتعالا. ينبغي أن تطفأ بالماء لا بالزيت. فالذي يقمع حينما يستخدم القمع كأداة وحيدة لحل مشكلته هو الحقيقة يطفئ النار بالزيت. وهذه الفرضية التي تتحدث عنها الآن آمن بها فلاسفة الإغريق والغرب تباعا عندما قالوا الآخر هو الجحيم والإنسان ذئب الإنسان والعنف لا يولد إلا عنفا. أبدا. إذن نحن راح نخرج فاصل بسيط فضيلة الشيخ، وبعد ذلك سنتطرق إلى الحديث عن بداياتك في التعاطي مع أسماء الله الحسنى. إذن أعزائنا المشاهدين، فاصل بسيط وبعد ذلك استكمالا للحوار مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. سعد الله مساءكم أعزائنا المشاهدين مرة أخرى، والعودة إلى هذا الحوار الشيق والجميل مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. مساك الله بالخير شيخنا. مساء الخيرات، بارك الله بكم. سعيدين جدا يعني أنا وأيضا الطاقم الموجود في قناة الاستقامة بوجودك في هذه الحلقة. وأنا كذلك. الله يبارك فيك. عرفت فضيلة الشيخ باهتمامك الكبير والدقيق أيضا في ذات الوقت بأسماء الله الحسنى، ما سر هذا الاهتمام وما سر أيضا التعلق بأسماء الله الحسنى؟ والله أنا منطلق من حقيقة رسخت في كياني رسوخا عميقا جدا، أنك إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في معصية الآمر، أما إذا عرفت الآمر ثم عرفت الأمر تفانيت في طاعة الآمر. فأنا أقول ضعف الإيمان في العالم الإسلامي سبب ضعف الإيمان بالآمر. من هو الله؟ النبي الكريم بقي في مكة سنوات طويلة تزيد عن العشر، يعرف بالله وبالدار الآخرة فقط، التشريع جاء في المدينة. فلا بد من معرفة الآمر، يعني من هو الآمر؟ بين الأرض وبين أقرب نجم ملتهب 4 سنوات ضوئية، أقرب نجم ملتهب عند الشمس 4 سنوات ضوئية فقط. ماذا تعني 4 سنوات ضوئية؟ يعني الضوء يقطع في الثانية 300,000 كيلومتر، في الدقيقة ضرب 60، في الساعة ضرب 60، في اليوم ضرب 24، في العام ضرب 365، ب4 سنوات ضرب 4، رقم فلكي. هذا الرقم يحصى في دقيقتين بآلة حاسبة. نعم. طيب لو كان في طريق لهذا النجم الملتهب، أقرب نجم على الإطلاق ملتهب، لو في طريق ومعنا مركبة أرضية نحتاج إلى 50 مليون عام كي نصل إليه، 50 مليون عام كي نصل إلى أقرب نجم ملتهب. متى نصل إلى نجم القطب؟ 4,000 سنة ضوئية، كنا ب4 سنوات. متى نصل إلى مجرة المرأة المسلسلة؟ 2,000,000 سنة ضوئية. متى نصل إلى أحدث مجرة اكتشفت حديثاً؟ 24,000,000,000 سنة ضوئية. 24,000,000,000 سنة ضوئية. افتح القرآن، فلا أقسم بمواقع النجوم
يعني بالمسافات بين النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فإذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك. الله الله. فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا. فالإنسان إذا عرف الله عرف كل شيء. نعم. وخضع له طواعيته. أكاد أقول المشكلة الأولى ضعف المعرفة بالآمر. ضعف المعرفة بالآمر. بالآمر. لا، الأمر بين أيدينا. درسناه في كل مراحل التعليم. بالآمر. بالله سبحانه. نعم. وتعالى. أكثر الأسماء أو أكثر اسم توقف عنده فضيلة الشيخ الدكتور؟ والله اسم الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الرحمن في ذاته، رحيم في أفعاله. لذلك أنت تحب الرحيم. في أسماء أقرب إلنا من أسماء أخرى. اسم الرحمن الرحيم أقرب اسم للإنسان، أنه فبما رحمة يا محمد، فبما رحمة من الله لنت لهم. إن يا محمد بسبب رحمة استقرت في قلبك من خلال اتصالك بنا كنت لينا لهم، فلما كنت لينا لهم التفوا حولك وأحبوك. ولو كنت منقطعا عنا لم تلأ القلب قسوة ولانعكست القسوة غلظة فانفضوا من حولك. هذا قانون الالتفاف والانفضاض يحتاجه الأب، الأم، الأخ الأكبر، رئيس الدائرة، إلى أعلى منصب قيادي، من الخفير إلى الأمير. فبما رحمة من الله. فأنت إذا اتصلت بالله يمتلئ القلب رحمة، تنعكس الرحمة لينا في المعاملة، يلتف الناس حولك. فإذا كل إنسان له مركز قيادي أراد أن يحبه من حوله يتفانوا في خدمته وطاعته فليرحمهم. الله. وإذا أردتم رحمتي فارحموا خلقي. الله. جميل جميل يا دكتور. دكتور، الآن يعني نجد أنفسنا يعني مجبرين على الحديث عن قيمة جميلة جدا، ألا وهي التفاؤل، لتكن يعني لدينا كالسلاح الذي نواجه به هذه الحياة بمتغيراتها. فلتحدثنا فضيلتكم قليلا عن هذه القيمة، وكيف يمكن للإنسان المسلم أن يجسدها في حياته وفي أفعاله. التفاؤل مرتبط بالإيمان فقط. فأنت إذا آمنت أن لهذا الكون خالقا عظيما، مربيا رحيما، مسيرا حكيما، وأن الأمر بيده جميعا، وهو بثانية واحدة يحق حقا يبطل باطلا، مادام في إيمان بالله أنت متفائل قطعا. لأنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. والله ينتظرنا، ينتظر توبتنا، ينتظر عودتنا، ينتظر إخلاصنا. فكل شيء يدعو إلى التفاؤل في الإسلام. والدنيا جنة. ابن تيمية ماذا يقول؟ قال: ماذا يفعل أعدائي بي؟ بستاني في صدري. الله. إن أبعدوني فإبعادي سياحة، وإن حبسوني فحبسي خلوة، وإن قتلوني فقتلي شهادة. فماذا يفعل أعدائي بي؟ لمجرد أن تعرف الله يجب أن تكون سعيدا. وإن لم تقل ليس على وجه الأرض من هو أسعد مني إلا أن يكون أتقى مني، في مشكلة بإيماننا. إله هو الرحيم، القوي، الحليم، الغني، المقتدر، الحق، أسماء كلها حسنى. فأنت إذا آمنت بأسمائه الحسنى ما عاد في مشكلة بالأرض إطلاقا. ما في مشكلة إلا بسبب ضعف إيماننا أو ضعف استقامتنا فقط. الغرب يتهم العرب ويتهم المؤلفين والمهتمين بالعلوم الشرعية وبمختلف العلوم أنهم مقصرين في قضية التأليف، وفي ذات الوقت نجد الدكتور محمد راتب النابلسي يصدر 10 أجزاء عن كتابه الأخير تفسير القرآن الكريم. أنا لي كلمة دقيقة. تفضل. قبل ذكر التأليف، الإمام الغزالي كان يحضر في درسه 400 عمامة، 400 عالم. الله. ولكن من هو الغزالي لولا إحياؤه؟ الله. فبالكتاب إحياؤه كتاب إحياء علوم الدين. نعم. بالكتاب الإنسان يستمر. لذلك هناك من يؤلف القلوب
هناك ما يؤلف الكتب، تأليف القلوب أعمق أثراً وأقصر أمداً في حياته يعني. تأليف الكتب أقل أثراً وأطول أمداً. فالغزالي كان بدرسه في 400 عمامة، بس من هو الغزالي لولا إحياؤه؟ فأنا أريد أن أقول لإخوة الدعاة، اجمع بين تأليف القلوب وتأليف الكتب. تأليف القلوب أعمق أثراً، لكن لا بد من تأليف الكتب ليبقى هذا العلم مستمراً ينتفع الناس من بعده. نعم. فنعرج الآن الحديث حول المؤلف الأخير لك عن. والله أنا لي درس في جامع النابلسي، هذا جامع جدي، أنا أعطيت فيه دروس من عام 74 حتى الآن قبل خروجي من سوريا. هناك درس أساسي جداً، أول درس وأقوى درس، درس التفسير، أحضر له أسبوع بكامله. هذا الأسبوع تحضير ألقي الدرس وسجل على أشرطة كاسيت قديمة. بعد مضي تقريباً 35 عام وفي الأردن 5 أعوام انتهى التفسير. في التفسير عمره 40 سنة تقريباً، نقح تنقيح دقيق جداً يعني، ضبطت نصوصه، صفحاته عدل، المتكرر حذف، يعني في لجنة اشتغلت فيه 5 سنوات، فصار تفسير النابلسي. أصدر حوالي 2 أو 3 شهور، أول طبعة نفذت بأيام والثاني نفذت والآن طبعة الثالثة. الله يعطيك الصحة والعافية ويفتح لك من أبواب الخير. في آخر سؤال موجه لك فضيلة الشيخ عن قضية الإعجاز العلمي، تحدثتم كثيرا عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، ولكن أيضا هناك من يهاجم هذا الإعجاز. الأنبياء جاءوا بمعجزات هي شهادة الله لهم أنهم أنبياء. سيدنا موسى ضرب البحر أصبح طريقا يبسا، سيدنا عيسى أحيى الميت. ما في نبي إلا أيد بمعجزة وهي خرق لنواميس الكون كشهادة لله له أنه نبيه. تمام. النبي الكريم له وضع آخر، هو خاتم الأنبياء، الرسالة خاتمة الرسالات، فالمعجزة ينبغي أن تكون مستمرة، مستمرة إلى أبد الآبدين، ولن تكون مستمرة إلا إن كانت علمية. كيف تكون علمية؟ آية قرآنية يعني، غلبت الروم في أدنى الأرض، أدنى الأرض بعد اكتشاف أشعة الليزر قيست بها المسافة بأعمق نقطة في الأرض هي غور فلسطين، والمعركة تمت بغور فلسطين. فأدنى الأرض في إعجاز علمي. الله قال أدنى الأرض، والآن نحن الآن اكتشفنا أنه أدنى الأرض. طيب، بعد مضي 100 عام على علم الأجنة تبين أن نوع الجنين لا تحدده البويضة بل يحدده الحوين المنوي. تفتح القرآن وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. يعني كانت هذه المعلومة إشارات صادمة. إشارات يعني شيء اكتشف حديثا الآن، وتأتي آية قبل 1400 عام في شيء. طبعا في آلاف الشواهد، في آلاف الشواهد ذكرت واحد. إحنا هكذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، ونحن سعيدين مرة ثانية فضيلتك بوجودك معنا، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن تقضي وقتا رائعا هنا في سلطنة عمان. زادك الله مهابة وبرا وعلما بمثابة. أشكر لكم دعوتكم الكريمة واحتفاءكم بي، وأنا شاكر والله لكل أطرافي وكل أطياف المجتمع القطري. الله يعطيك الصحة والعافية. الله يبارك فيك شيخ. إذن هكذا عزيزي المشاهد نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم ضيوف عمان، على أمل أن نلقاكم في حلقة قادمة وضيف أيضا من هذا الوطن العربي الكبير. إلى ذلك الموعد، هذه تحيات عادل كاسبي، وإلى اللقاء.